بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة جديدة على الروتيشن موشن، ترسين برضو متصلين ببعض زي المسألتين اللي فاتوا. A motor gives gear A an angular acceleration of alpha A 4 t تكعيب. الالفا دالة في الزمن t in second if this gear is initially turning omega A node ب 20 radian per second. initially معناها ان عند الزمن بزيرو والمسافة بزيرو اللي هي السيتا الزاوية بزيرو كانت السرعة ب 20 راديان بير سكند. determine the angular velocity of gear B. علشان اوصل للأوميجا للجير B لازم اجيب الأوميجا للجير A الأول. اجيب الأوميجا للجير A الأول ازاي؟ انا عندي ألفا دالة في الزمن 4 تي تكعيب، وانا عارف ان الالفا بتساوي دي اوميجا باي دي تي، ده كله بالنسبة للاي الفا اي ودي اوميجا اي. ماشي خلاص، انا مش محتاج الالفا دلوقتي، اساوي الطرفين دول ببعض تكامل تكامل، اودي الدي تي الناحية التانية طرفين في وسطين يبقى تكامل 4 تي تكعيب دي تي هيساوي تكامل دي أوميجا. حدود التكامل هو عايز يوصل لأوميجا للترس A بعد 2 ثانية. طب البداية كانت فين؟ البداية قلنا الأوميجا A كانت ب20 لما كان الزمن بزيرو، الزمن بزيرو أوميجا A كانت ب20. تكامل 4 تي تكعيب يبقى 4 تي أس 4 على 4 من 0 ل 2، وتكامل دي أوميجا بأوميجا من 20 لأوميجا A. 4 مع ال 4 يبقى تي أس 4 يعني 2 أس 4 يساوي ناقص 0، طبعا مش هيفرق، أوميجا A ناقص ال 20. أوميجا A ناقص ال 20 بيساوي 2 أس 4، يبقى أوميجا A يساوي 2 أس 4 زائد ال 20 يساوي 36. أوميجا A يساوي 36، يبقى كده نقدر نحسب الأوميجا B. أوميجا A اللي هي 36 في ال R A اللي هي 5 من 100 متر، يساوي الأوميجا B اللي أنا عاوزها في الـ RB في الـ RB اللي هو 15 من 100. يبقى الأوميجا B يساوي 36 في 5 من 100 على 15 من 100 يساوي 12. لازم الوحدات هنا، الوحدات هنا إيه متر وهنا متر أو ملي متر وملي متر، مش هيفرق. طيب يبقى إذا الأوميجا B طلعت ب 12 طالما الأوميجا A في الاتجاه ده، يعني مع عقارب الساعة، يبقى لازم الأوميجا B تبقى في عكس الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة. الأوميجا B ب 12 عكس عقارب الساعة. كده تبقى المسألة انتهت. اللي مش فاهم او ما شافش الفيديوهات اللي فاتت ومش فاهم القانون ده جاي منين، اللي هو اونجا في ار بيساوي اونجا في ار، انا لو عندي ترسين متصلين ببعض يبقى في سرعه مشتركه في النقطه، نقطه الاتصال انا بسميها مثلا اس، يبقى في اس بتساوي سرعه الترس الاول وسرعه الترس الثاني. سرعه الترس الاول اللي هي الفي بتساوي الاوميجا للترس في نصف قطر الدوران اللي هو من مركز الدوران للنقطه، وسرعة الترس الثاني بتساوي الأوميجا للترس في نصف قطر الدوران اللي هو الأوميجا في الآر. يبقى الأوميجا في الآر بتساوي الأوميجا في الآر، وبكده تبقى المسألة انتهت. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وأشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.